شنو مايا مايا القضيه ياسر يحكيو يتعاركوا ياسر باش حكايات اجا تبعوا تيك توك ربي يتبعوها تيك توك كان كملوا في المخدرات في مثلا في خلينا في مجالك في مجالك في مجالك فما معناتها رياضيين استهلكوا وصلوا معناها دمروا كارير في تونس عطيني فما اسامي معروفه طبعا دكاتره طاحوا في المنداف كما يقولوها ما خاطر فما ملاعبيه فما ناس ما يعرفوش اللي بعد كل ماتش فما ان تيست يصير باش يشوفوا فما منشطات فما استعمال منشطات والا لا فما ناس تنسى النقطه هذه بالذات انا شخصيا يعني في مسيرتي الرياضيه مانيش باش نسمي الانديه اللي صارت فيها الحاله مانيش نسمي الملاعبيه اللي صارت عليهم الحاله مانيش باش نسميهم فما زوج ملاعبيه جيتهم ليله ماتش جات الصبه العصفوره قالت لي جات الصبه عيطت لهم متكيف انت قال لي لا سي مختار مش متكيف انت متكيف لا سي مختار مش متكيف متاكد متاكد هبطنا غدوه الماتش التيراج صار عليهم هما الاثنين طلعوا متكيفين طلعوا متكيفين طبعا بعد الماتش تدخل التواليت تعطي الوحده نتاعك معناها فما جواريت متعطي المخدرات قبل الماتش ليله الماتش هو يتكيف حتى قبل بجمعه من الماتش تقعد لتهاس نتاع الدوك تقعد هذا اللي تحكي فيه خطير معناها ليله الماتش معناها هما داسايين من المفروض بداوا يحضروا في الماتش معروفين اي دو بون جوار دو بون جوار معروفين في تونس باساميهم واحد معروف باسمه اي والاخر لاعب دولي لا لا مش دولي هذا مش دولي انا على معروف. على ابواب الدوليه على ابواب على ابواب على عندك جرأة تسميه شكون؟ لا لا عندي الجرأة ما نسميش وين يا عاد تو الحكايه من عام 2000 2000 وشويه 2000 وشويه باش نبدوها توا عندي جرأة وما نسميش تعاقبوا عامين الاثنين تعاقبوا عامين اما ليه هو السؤال اللي تطرح ما يسالهني انه الجوار هذا كبر في نادي وتربى على النوادي ما عادش عندها فايده كي قبل قبل كنا كي ندير في كلوب دو تياتر والا كلوب دو اول ما نتعلموا نتعلموا الانضباط بما فيهم ما نتناولوش المخدرات وما نتكلموش احنا في تونس اول ما نبداو ما نتعلموش الانضباط نقولوا مش باش نختم انا نغلق عندي كلمه واحده نحب نقولها على قالت على الاولياء شكون اللي يجبد على الاولياء هما يتلاقوا انت جبد على الاولياء في تونس نتحمل مسؤوليتي في الكلام هذا في تونس الاولياء ما يتلهاو كان بوليداتهم الصغار اللي باش يهزوهم ليسبيرونس والكلوب ويلعبوا تاع 10 سنين و12 سنه و11 سنه هذوك اللي يتلهاو بهم يهزوهم ويجيبوهم وتبعث بنتها وتبعث اختها وتبعث خالتها وتبعث واحد باش ولدها يدخل ويولي يلعب في الترجي ولا في النادي الافريقي ولا في النجم الساحلي هذيك الاولياء باش لاهين غير هذا الاولياء سايبه انا نشوفوا قاعدين في المشطره نتاع وليداتنا المشطره نتاع مدارسنا المشطره نتاع انديتنا اللي هو الاولياء تويكا مشوا الأندية اي نادي تمشيو له تلقى عاد عاد على بيان سور ومهم برشا الامهات اكثر من الاباء من الاباء اكثر من الاباء تلقى الامهات اكثر من الاباء هك اي هك هذا موجود مش انا نطلعوا من مش انا هيك مش انا غدوه مش انا غدوه هنا الاخير او هنا ما تيك توك مايا ماجري خي جيت فضتها خصتها خصت الموضوع كله لان غراب يقلق يا اخي انا قلت له ها يا غراب دونك قبل ما نتعدى الموضوع اللي بعده ما ننساوش نقولوا بالطبيعه للناس اللي تفرج فينا اللي المخدرات مضره بالصحه وما ننصحوش حتى واحد باش يستهلكها دمرت برشا اشخاص عائلات صغيرات شباب حتى كهول اكيد هذه اف ان شاء الله تخلصوا منها نمشيو الموضوع الثاني ها يوسف ذويبي خرج للشارع التونسي ولا البعض من المواطنين خلينا نقولوا خذا رايهم في الزواج العرفي كيف كيف زاد هذا موضوع قاعد يطرح اليوم في تونس على غالب مدام نجوى انت ما عينكش ظاهره قاعد يطرح قاعد يطرح خلينا نتفرجوا نشوفوا راي المواطنين وراي عسلامة عسلامة
جست عندنا سؤال نحبوا نسألوه لك. تفضل خويا. انت منين قبل كل شيء؟ انا من الجزائر. خويتنا من الجزائر به؟ من برج بارا ريش. نتشرفوا به. نحب نسألوك سؤال على الزواج العرفي وتعدد الزوجات، شنو رايك في الموضوع هذا؟ عندنا في الجزائر احنا ما عندناش تعدد الزوج، زوجه واحده تكفي. انت ترى روح خاطر زوجتك موجوده مش خاطر قدام مرتك؟ صدقني عندي مع 10 تاع 20 سنه. انا نورمال عادي جدا، نحب الرجال الكل تتفرهد في تونس. بيان سور ما نقعدش معاه حتى دقيقه، اني نشلق به مش حتى زواج عرفي، حتى مجرد مساجات بينه هذاك في الحاصل مش مشكل. ايه خلي زواج عرفي معناها امبوسيبل. يعني انت ضد الزواج العرفي؟ بيان سور. وشكون اللي يحبوا الزواج العرفي سامحني؟ التوانسه برشا. ايه صحيح، هي تفشيت الظاهره هذه زيد برشا زيد، وتولي اتصل ويقول لك عادش بيها مخير ولا يمشي يعمل احرام ولا. انت ترى حلال ولا حرام؟ بيان سور حرام. زواج العرفي وزواج خارج على القانون حرام. ثانيا الزواج هو في حد ذاته ربي سبحانه وتعالى خلقه شرعا، وثم اثبت انه كان يكون قانونا باش المراه تلقى عندها حق في الدنيا. وزيد خويا الغالي الشرع وقت اللي ربي سبحانه وتعالى قال معناها مثنى وثلاثة ورباع وان تعدلوا فواحد، علاش؟ خاطر احنا تو في وقت لنا باش نتاع باش ناخذوا زوز ولا مش ناخذوا ثلاثة. ومحمد بن عمار معناها ينجم يكون راجلك نهار اخر؟ ينجم يكون راجل ان شاء الله. مش على المكتوب ان شاء الله. قل له كلمة في الكاميرا، نقول له رانا نحبك برشا ونتفرجوا فيك ديما راهو. كان هذا يوسف الدويوي هوني يحكينا على ظاهرة الزواج العرفي في تونس، موجودة مش موجودة. خليني ناخو رأي الموجودين معي. نبدأ مع محمد بن عمار. شنو سؤالك؟ جو با كومبري. دونك هوني الزواج العرفي في تونس من قبيلي وانت تفرج في الفيديو لتو عرفت؟ ليه؟ تو فهمتو؟ فهمت، اما حسب ما ريت راي الشعب التونسي حس مم حتى في السعوديه الكلام هذا ما عادش قاعد يتقال في دوله مسلمه بحته. يعني احنا اليوم في تونس مازلنا نحكيو على الزواج العرفي مسموح ولا مش مسموح. بالنسبه لي انا نعتبره زواج متعه. انا خاطر اليوم بوغ الزواج العرفي، علاش؟ باش نقصوا بنسبه العنوسه والعوانس في تونس. لا 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 اسحب الكلمه دي، اسحب الكلمه. لا ما نسحبهاش، عندنا برشا عوانس. نعاوزوها معناتها نظم نقولوا تاخر سن الزواج. لا معاونس ساعه كلمه عنوسه لازمك تسحبها على الاخر. والله لا سحبها. ما فماش مراه عانس وراجل اعنس ولا عانس ولا كيما تتقال. موجود. فماش موجود. ما فماش. فما 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 ان ديستان، ما فماش مكتوب، ما عملش اختيار، جو سي با. ساعة كلمة عانس هذه ياسر خايبة. خايبة. ويقولوها كان اللي عندهم رويشك منفوخ. ما نحبش نقولها خاطر كلمة كيف تقولها بالتونسي ما تعديش في التلفزة. قول بايرة. ما فماش عنوسة، فماش هذا دو ان. لا لا. دو دو، احنا في بلد يجرم الزواج الثاني، عايش ولدي. واحنا في بلد المرأة فيه تحدد اختياراتها وهي تختار. واحنا في بلد ما فيهوش لا تعدد زواج ولا زواج عرفي. احنا معناه زواج عرفي اصلا الكلمه دي سمعناها بعد الثوره المجيده دلجت في مجتمعاتنا، ما كانتش عنا وما كانتش مطروحه وما ومن ومن انا ما نتصورهاش انه تنجم امراه تونسيه تسمح لنفسها باللي زكي اللي عنا في بلادنا وبمجله الاحوال الشخصيه وبالقوانين اللي موجوده عنا ومش خلينا نكمل عايش ولدي. دونك ما نتصورش انه فما امراه تونسيه تسمح لنفسها باش تكون اما ثانيه او ثالثه او رابعه معناها قبلها. دونك هذا دعاء وان تسمح نفسها انا تتزوج. وفيش الفصل اللي تحكي فيه انها تتزوج عرفي. انا من قانونيه غير ما نعرفش القانون. انا مستغربه فيه انك تو جان اي بو ومعناها وانت مستقبل البلاد هذه في عمرك انت وابارامون تو بيان تو ايزي وي تو بو ما شاء الله ولابس عليك اكيد واكيد. علاش عنده عرفي؟ خاطر جي با التون باش نعرس، مانيش مستقر في تونس. ميزافير يقلقوني اني باش نعمل عرس، وحتى باش نعمل عرس ما نستدعاكش. لا اكيد ما تخافش ماكش في الجي. اكيد ما نجمش في زواج عرفي. ما نجمش في زواج عرفي. لا انت تنجم في زواج عرفي. خاطر شو ميسا ميسا ما نحكيوش حتى بو. انا خذيتها بضمارة مش بصدق. علاش؟ وين المشكل؟ اخي عيب محمد بن عمار متزوج زواج عرفي؟ علاش؟ قانونيا خلينا نتحاسب قانونيا. انت نغدو نكتب عليها صديق. بما اني انا كنت عايشه في مصر والظاهر هذه شائعه. انا ديما نقول كلمه برك ما يهمنيش برا. في تونس كان امراه تونسيه حره بالامتيازات اللي عندنا الكل ترضى تعرس سرا
وليس جهرا قدام عائلتها، معناه هذا يعيب المراه عمره ما كان يعيب الراجل. واللي تكري معاه ليله في الحمامات هذيك مش عيب. يسي الكل عيب. الكل عيب. قاعدين تبصوا في القضيه. لا لا لا. فما اليوم رجال، فما رجال اليوم تقول في نساها. الكل عيب. لا لا لا. عنده ما يحكي. خلينا نعطيه الكل. ما نحكيوش مع بعض.